جديد وعمل كبير ينتظر الفريق في هذه الأيام القليلة المتبقية من مغامرة غالمو، خاصة وأن العلامات الكبرى بدأت تظهر بدخول فريق الدانو بداية ظهور الألوان حسب طلب مهندسة الديكور والتي اتبعت أهواء العائلة، وهذه العملية توحي بقرب موعد تسليم البيت. السلام عليكم. مالك؟ هاوليك، هذا حبيبي وهذا حبيبي وهذاك حبيبنا ثاني سفيان. شوف فينا واللي في القلب في القلب. هروح اصحابي، روح شوف فينا واللي في القلب في القلب. تلاقيت معاه دوك شاكر، بعث لنا في لاباج قال لك ما تسحق في تريسيتي، راني هنا. قلت له انا تريسيتي عندي كاع الماتريال، يخصني واش يخصني صاحبي؟ لي زيليكتريسيان. انا الصباح عبد الملك قال لي باش نكملوا لازم تجيب لنا شويه ليفيكتيف. ها هاو حبيبنا الكتريسيان وحبيبنا الكتريش متشرفين، وهذا باباها تاع الكتريسيت لي جان. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم. انا غدوه في الليل من الدار، معناتها مازال نيطواياج، مازال السبيغه، ومازال تريسيتي، ومازال لا بلومبري. اقضيوا لي على الخيوط دوك، الله يرحم باباك. ولي سبوت دوك شويه هكذا يجوك، ام بعتوهم عندنا هكذا. واش راك خو؟ هذا ثاني الكتريسيان. هذا ثاني الكتريسيان. سيخل اقضيوا لنا هاك وشحال، واحد زوج ثلاثه اربعه، ومام شاكر يدير يدو. شاكر بصح قلت لي جايب صباغ وراه. جبت لنا صباغ ثاني واحد برك فريد، واحد فريد برك. بركه في القليله صاحبي، بركه في القليله. عطاوك الطابلو انت؟ لازم يرخدم الطابلو. هاي عند الكري ديجونكتور، عندك كلش مليح على الحق ويأذن. يرحم بابا يا خالد. بربي ان شاء الله قضي لي، قضي لي على قضي لي على الوسمو. تمشي تذوق على العشيه بربي. هاي الهضره اخويا. شاكر تشكر وفي الجنه تحشر. الله يعاونكم لي جن. العائلة لا تزال تستمتع بعطلتها واستجمامها بمركب البركة الذي وضع العائلة في أحسن موضع طيلة فترة العمل، وتكفل 100% أراح العائلة وأراحنا نحن أيضا. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. نعرفك بخونا نصرو. مش بيك نصرو، مش بيك هارقل او كليماتيزر ما كاش. نورمالمون هذا اللي راح يعاوننا في لي زاكسيسوار تاع الفرنيتور. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. قالنا واش تحبوا واش يساعدكم هزوا. احنا كيفاش مولفين نخدم؟ يعني باش نعطيو لك نظره، نروحوا للحانوت كيما انت الله يبارك. قال لي يا نصرو باش ما نكثرش عليك، باش ما تكثر على الملوك ما يملوك، اعطيني بيدجي. داكور. قال لي يا اخي سوا ارفد واش حبيت بيدجي ايليميتي، سوا يا خويا انا ما نقدرش هكذا. داكور خويا العزيز. ايه وانا ما تنقص عليا وانت نزيد عليك. شكرا خويا العزيز، شكرا. يبدأ الفريق خرجاته في مجال الديكور وما ينقص المنزل من هذا الجانب، تعتبر فاكهة العمل طيلة أسبوع أو أكثر بقليل.